بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وقد أسعدني الله اليوم بأن أكون في زيارة هذه الكلية، كلية العلوم الإسلامية بباريس، وهي كلية فتية تعمل كما نلاحظ على نشر الإسلام وكلمة الله واللغة العربية وعلوم القرآن وكل ما يتصل بالعلوم الإسلامية. ولذلك فإننا نعتقد بأنها والحمد لله يعني نبتة طيبة في هذا البلد تستحق الدعم وتستحق المساعدة وتستحق التشجيع. ولذلك نهيب بكل من يستطيع أن يقدم لهذه الكلية يد العون والمساعدة المادية والمعنوية أن لا يبخل عليها، لأنه من فتح كلية فقد أغلق سجنا، ومن فتح مدرسة فقد أغلق كل أبواب الموبقات وأبواب الفساد. ندعو الله لكل المحسنين أن يتجاوبوا مع هذه الكلية وأن يدعموها بما يستطيعون من دعم، وندعو الله للقائمين على هذه الكلية بمزيد من الإشعاع ومزيد من الثبات ومزيد من النجاح، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم.